النهارده وزيرة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي الدكتورة غادة والي عملوا حاجة عبقرية. يا رب يريح قلب كل الناس اللي اشتركت في اللي انا هقوله لحضراتكم ده. يا رب لي انا بدعي بالنيابة عن المصريين. ويا رب الدعوة دي توصل لكل واحد اسهم في الكلمتين اللي هم في الحاجة اللي حضراتكم هتسمعوها مني دلوقتي حالا. 5500 منفذ وفرع بيتيح صرف النفقة للمطلقات من خلال 4 شركات محمول. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ في حضراتكم تاريخيا لازم حضرتك تروح تقف عشان تاخد المعاش بتاعك او علشان تاخد معاش المطلقة، هم 43 فرع بس على مستوى مصر كلها. 43 فرع بس على مستوى مصر كلها. فطبعا مش غريب بقى ان الاقي والدتي وجدتي وجدي وخالي وعمي، فين يا ابني لحضرتك فين دلوقتي؟ يقول لك انا اصلا واقف بقالي ساعتين مستني الطابور يمشي، او 5 ساعات مش عارف ايه، او احيانا بقى يقول لك ايه انا هروح البنك الفرع اللي مش عارف ايه عليه بطاقتي، فياخد له كده مشوار بتاع 3-4 ساعات. تخيل حضراتكم هكذا تعامل او كانت تعامل الحكومه المصريه المواطنين المصريين. شوف انا بس انا ايه مش عايز اتكلم عن الحكومه الحاليه ان هم دول بيشتغلوا، وانا انا شويه عارفين اللي هو بيعمل ايه، يعني بشجعهم، يعني انا مش عايز ضرب 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 انتقاد انتقاد، لا يعني بيعملوا حاجات كويسه فنقول ان في حاجات كويسه. ليه؟ عشان نفسي بقيه الوزراء يغيروا من الوزراء الناجحين. فلما تيجي النهارده انا هقول لحضراتكم الخبر عشان حضراتكم يعني ايه، انا مش خبير في المواضيع دي فما بفهمش فيها قوي، فبس هشرح لحضراتكم هم عملوا. قال لك ايه يا سيدي؟ خدمه صرف النفقه للمطلقات والمستفيدين عن طريق التليفون المحمول تتيح المزيد من المنافذ لصرف النفقة، وبالتالي التسهيل على المستحقين ليرفع عدد المنافذ المتاحة للمواطنين من 43 فرع ل 5500 منفذ وفرع. يمكن صرف النفقة من ال 5500 فرع دلوقتي من خلال 4 شركات محمول عن طريق بقى منافذ البيع والتحصيل التابعة للشركات بعد المحمول دي. الوزيرة قالت خلال احتفالات توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركات المحمول بحضور المهندس ياسر القاضي، ندعي له هو كمان ربنا يكرمه يا رب ووفقه وحاجة جميلة جدا، وزير الاتصالات، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وممثلي شركات التليفون المحمول. قال والله انه النفقة دهيت بدل ما كنا 129,000 سيدة مطلقة بتصرف النفقة من بنك ناصر، وإجمالي المستحقين للنفقة ما بين السيدات وأبناء ووالدين يبلغ عددهم 279,000 مستحق. بيصرفوا حوالي مستحق يا ناس، مستحق يصرفون 43 مليون جنيه شهريا من بنك ناصر الاجتماعي. عملوا بقى ايه يعني عشان ما احكيش لحضراتكم التفاصيل الكتيره دي؟ قال لك والله انه حضرتك هتجيلك رساله عبر شريحه التليفون تقول لك فلوسك وصلت، روح بقى الفرع، انت عندك التليفون بتاعك على شركة ألف أو ب أو جيم أو دال، 4 فروع 4 شركات محمول، ما تغيرش رقمك ولا حاجة، لأنهم عملوا الاتفاق ده مع ربنا رايح قلبهم، أنا بدعي لهم أهو بالنيابة عن كل المطلقات والناس الكبار في السن والناس الكلام. ليه بقى حضراتكم؟ تروح هيقول لك والله الفلوس اتحولت، روح بقى أنت الفرع خد الفلوس على طول. يبقى بدل ما أنت كنت بتدب مشوار من محافظة لمحافظة ولا من حي لحي، لا ده أنت دلوقتي بقيت ربنا يكرمهم يا رب ووفقهم وينصرهم ويعزهم كل الناس اللي عملوا القصه دي. انا بدعي بالنيابه عن الجموع المصري. هتروح رايح بقى البتاع بتاع الموبايل اللي انت شركه المحمول بتاعتك خد منها الفلوس. وكشفت بقى الوزيره ان المطلقه لن تحتاج الى تغيير شريحه التليفون لاننا تعاقدنا مع 4 خطوط لشركات المحمول. ده كلام جميل. وكشفت انه اول 3 شهور ستكون مرحله تجريب، بس ركز مع بعضينا بقى عشان ده كلام برضو مهم. يعني ايه هم لسه بيجربوا؟ يعني مش معنى ان انت ما جاتلكش البتاع بتاعتك تصوت وتولول وتتصل بخلق، لا واحده واحده، هم لسه بينقلوا، هم دلوقتي يعني عاملين زي اللي كان عندهم نظام ودلوقتي بيغيروا النظام الجديد، فان شاء الله النظام الجديد ده هيطبق بعد 3 شهور. فال3 شهور احنا فيها ديت في تجربه، يعني في اخذ ورد وكلام زي كده. هتكون مرحله تجريبيه مجانا حيث سيتم تدريب السيدات والعاملين ما اعرفش الناس العاملين يعني، واتاحه المعلومات اللازمه، ولو الست كمان يعني الست المطلقه نفسها انها تلغي الخدمه دهيت
وتروح للبنك بايديها يعني الطريقه التقليديه تعمل كده. وهي الخدمه دي ضمن السياسه الاوسع تتبناها الوزاره وهي الشمول المالي للفقراء عموما والمراه بشكل خاص حتى يديها الفرصه انها ايه بقى تستفيد والكلام ده كله. يا رب وفى رئيس الوزراء ورفق الوزراء اللي بيساعدوا خلق الله الغلابه من الشعب المصري الشقيق، الناس اللي طلع عينها، ويعني انا ندعي لهم بقى النهارده، كلنا النهارده ندعي للحكومه.